السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم معي في هذه الحلقة. اليوم إن شاء الله أود أن أشارك معكم طريقة صنع هذه التوزيعات للمواليد الجدد خاصة بالفتيات من طبيعة الحال. فطريقتها سهلة للغاية، وهنا نحن نشتغل بخيط عادي، يعني خيط عادي جدا. والجميل في الأمر أيضاً أننا نستغل بقايا الخيوط، يعني أي خيط متبقي عندك يمكن أن تشتغل به بهذا الشكل، يعني يعطي جمالية جداً. وأيضاً هذا الشيء مطلوب، فكلما كانت هناك ألوان جميلة كلما هذه الأشياء تباع أكثر، خاصة يعني تكون ألوان مختلفة. فنبدأ بإذن الله، وأول شيء كما قلت لكم أشتغل بإبرة كروشي رقم 2.5. نبدأ بإذن الله، وأول شيء سأشتغل بإبرة كروشي رقم 2.5، رقم 2.5 هنا، وخيط سأشتغل كما قلت لكم ببقايا الخيوط. نشتغل بخيط عادي، يعني خيط الوزن هنا في المغرب، المهم أن يكون خيط مناسب لإبرة الكروشيه رقم 2.5. نشتغل أولا في صدر هذا الفستان الصغير، وسأختار اللون، اختار اللون الأبيض أو اللون المائل الأبيض المائل للإصفرار، يعني بلانكاسي. ونبدأ بدورة الصدر. دورة الصدر بدأتها تقريبا ب16 غرزة سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. ثم نعقد أو نربط الغرزة الأخيرة بالغرزة الأولى التي بدأنا بها، يعني هي غرزة السلسلة الأولى، ونصنع غرزة منزلقة. ونبدأ الآن في اشتغال في هذه الغرز، غرز السلسلة هنا فوق كل غرزة. أولا في هذه الغرزة الأولى سوف نفرق هذه الغرز إلى 4 أجزاء، يعني جهتي الأكمام وجهة الصدر، جهة الخلف والأمام. فأولا نبدأ بثلاثة غرز سلسلة مكان العمود الأول، ثم غرزة سلسلة. في نفس هذه الغرزة سنصنع غرزة عمود، وهنا أول ركن بدأنا به كما تشاهدون، أول ركن نشتغل بهذه الغرزة. ثم نشتغل غرزة السلسلة الموالية عمود واحد، غرزة السلسلة التي تليها أيضا عمود واحد، الغرزة الموالية أيضا عمود واحد. فنصنع 3 غرز فوق كل غرزة فيها 3 أعمدة بشكل عادي. الغرزة الموالية نصنع فيها غرزة الركن هنا، سنصنع غرزة عمود، غرزة سلسلة، غرزة عمود، ثم غرزة عمود هنا، ثم نتابع الغرزة الموالية نصنع فيها غرزة عمود واحدة، الغرزة التي تليها أيضا غرزة عمود واحدة، الغرزة التي تليها غرزة عمود واحدة. 3 غرز سلسلة هنا فوق كل غرزة غرزة عمود واحدة. نذهب إلى الغرزة الموالية أيضا، نشتغل غرزة الركن، غرزة الركن دائما تكون غرزة عمود، غرزة سلسلة، غرزة عمود، أو ما يسمى بالغرزة المثلثة كما تشاهدون. أعتذر قليلا، أعتذر يعني للإضاءة اليوم، حقا يعني يوم فيه سحاب فقط لا يوجد شمس، فأعتذر لكم للإضاءة، لا يمكن أن أشتغل بإضاءة الهاتف لأنها في الحقيقة ليست جيدة. فنتابع بالغرزة الموالية ونصنع غرزة عمود، الغرزة التي تليها أيضا غرزة عمود، الغرزة الأخرى غرزة عمود، يعني لـ3 غرز نشتغل فوق كل واحدة فيها غرزة عمود واحدة. في الغرزة الأخرى نصنع غرزة الركن، يعني غرزة عمود، غرزة سلسلة، غرزة عمود في نفس الغرزة، في نفس غرزة سلسلة نحصل على غرزة مثلثة. نذهب إلى الغرزة الموالية، نصنع غرزة عمود واحدة فقط
الغرزة التي تليها أيضا غرزة عمود واحدة، والغرزة الأخرى الموالية أيضا غرزة عمود واحدة. والآن وصلنا إلى الركن الرابع هنا الذي بدأنا به، أو الغرزة المثلثة الأولى التي بدأنا بها، ونربط في غرزة السلسلة الثالثة التي بدأنا بها، ونربط بغرزة منزلقة. الآن سننتقل بغرزة منزلقة إلى داخل هذه الغرزة المثلثة ونصنع غرزة منزلقة. نبدأ من جديد بغرزة منزلقة جديدة ونصنع 3 غرز سلسلة، مكان العمود الأول وغرزة سلسلة في الوسط، ثم داخل هذه الغرزة المثلثة نصنع أيضا غرزة عمود، نحصل بذلك على غرزة مثلثة جديدة. والآن سنشتغل فوق هذا العمود، هنا نصنع عمود، هنا أيضا عمود، يعني فوق كل عمود عمود، إلى أن نصل إلى الغرزة المثلثة الأخرى أو الركن الآخر، الركن الثاني. هنا أيضا غرزة عمود كما تشاهدون، وصلنا غرزة اشتغلنا إلى آخر عمود هنا، وسنشتغل داخل غرزة مثلثة غرزة مثلثة جديدة، يعني غرزة عمود غرزة سلسلة غرزة عمود، ونتابع بنفس الشكل فوق هذا العمود نصنع عمود، عمود واحد، العمود الموالي أيضا عمود، العمود الذي يليه أيضا عمود، العمود الآخر أيضا عمود، كل عمود فوقه عمود، يعني تقريبا كما تشاهدون هذه الغرزة المثلثة. وبين هذه الغرزة المثلثة والغرزة المثلثة الأخرى ضروري أن تكون في هذه الدورة 5 أعمدة عفوا. وصلنا إلى داخل هنا الغرزة المثلثة ونصنع غرزة مثلثة جديدة كما في السابق، نستمر ونشتغل بنفس الطريقة إلى نهاية الدورة وأعود إليكم. وصلت إلى آخر غرزة هنا كما تشاهدون، اشتغلت فوق هذا العمود هنا غرزة عمود، والآن سأربط بغرزة منزلقة فوق غرزة السلسلة الثالثة التي بدأت بها هذه الدورة. والآن أقطع الخيط، لا أحتاج لهذا اللون الآن، ننتهي. الآن نبدأ في تنورة الفستان، وصلنا يعني جهة الحزام مباشرة الآن، من بعد نزيل هذه البقايا. فالآن كل الأركان نطبق ركن على ركن من هذه الجهة، والركن الآخر على الركن الذي يلي، هكذا نحصل يعني على صدر صغير جدا كما تشاهدون. فالآن سنشتغل، نختار لونين، سأختار مثلا هذين اللونين مناسبين جدا بالنسبة لتنورة الفستان. فأنا اشتغلت يعني بألوان حتى بلون أقل سمكة من هذا اللون الذي اشتغلت به سابقا، يعني هنا خيطين كما تشاهدون، هذا اللون مثلا هو نفس هذا الخيط، هذا الخيط هو نفس هذا الخيط، لكن هذا يعني سميك قليل، ليس سميك، رفيع قليلا، يعني أرفع من هذا بقليل، لأن تنورة الفستان ليس مشكلة، خاصة هذه الغرزة فليس مشكلة إن كان النوعية مختلفة قليلا، يعني أقل سمكة من التي اشتغلنا بها. فهنا سأبدأ بهذا اللون، نبدأ بهذا اللون وأبدأ من الركن هنا، من هذا الركن سنربط الخيط في غرزة السلسلة هنا، نربط دائما الخيط جيدا، ثم نصنع داخل هذا الركن 3 غرز سلسلة كغرزة عمود، وأنتقل مباشرة إلى الركن الموالي وأصنع داخله غرزة عمود، ثم أتابع يعني فوق كل عمود هنا نصنع عمود واحد، هنا عمود، هذه الغرزة أيضا عمود، الغرزة الموالية أيضا عمود، الغرزة التي تليها عمود، وفوق كل عمود سنصنع عمود إلى أن نصل إلى الركن الموالي. الركن الموالي سنصل إليه الآن تقريبا وصلنا، وسنشتغل داخل هذا الركن أيضا غرزة عمود واحدة، ثم نذهب إلى الركن الآخر كي نحدد جهة الكون، نذهب إلى هذا الركن ونصنع هنا غرزة عمود
جديدة كما تشاهدون. ثم نشتغل في هذا العمود عمود، فوق هذا العمود أيضا عمود، فوق هذا العمود عمود، هذا العمود أيضا عمود. هنا يعني جهة الحزام نشتغل بشكل عادي بدون زيادة. هنا أيضا عمود، آخر عمود وهذا تقريبا. الآن سنربط بغرزة منزلقة فوق غرزة السلسلة الثالثة، وكما تلاحظون يعطينا هذا الشكل. الآن سنشتغل باللون الوردي. الدورة الثانية سنشتغلها باللون الوردي الفاتح، وأنا سأشتغل أيضا هذا الخيط الذي اشتغلت به في الصدر سأشتغل به على واحد فقط، لأن هذه الغرزة يعني الأفضل أن تشتغلها دائما بخيط رفيع. فنربط هنا، نربط الخيط أولا، هذه الغرزة نربط الخيط هنا قريب من الغرزة، نربط الخيط جيدا، ثم ندخل الإبرة في الغرزة ونخرج الخيط الوردي ونحاول أن نجر هذا الخيط الرمادي للخلف جيدا. والآن في هذه الغرزة سنصنع، في هذه الغرزة هنا سنصنع ثلاثة أعمدة كغرزة عمود أولى ثم غرزة سلسلة، وفي نفس العمود أو في نفس الغرزة هنا نصنع العمود الثاني. نذهب إلى الغرزة الموانية ونشتغل بنفس الطريقة، نصنع يعني عمود غرزة سلسلة وعمود في فوق نفس الغرزة. نذهب إلى العمود الموالي نصنع أيضا فوقه عمود غرزة سلسلة عمود، الغرزة الأخرى أيضا عمود غرزة سلسلة عمود، يعني غرزة مثلثة كما تشاهدون. نشتغل فوق كل عمود هذه الغرزة المثلثة. نذهب إلى العمود الموالي نصنع أيضا فوقه عمود غرزة سلسلة وعمود، نذهب إلى الغرزة التي تليها نصنع عمود غرزة سلسلة وعمود نفس الغرزة. وسنشتغل بهذا الشكل فوق كل غرزة عمود، غرزة عمود، غرزة سلسلة، غرزة عمود، طوال الدورة، ثم أعود إليكم. في النهاية نربط بغرزة منزلقة فوق غرزة السلسلة الثالثة. الآن نبدل اللون، أدخل لون رمادي في الغرزة الوردية، نحاول أن نجر اللون الوردي جيدا حتى لا تظهر الغرزة هنا، ثم نحاول أن ندخل الإبرة هنا داخل الغرزة المثلثة وأخرج الخيط من الغرزة السابقة، ثم أبدأ وأصنع نفس الغرزة، غرزة مثلثة جديدة، يعني ثلاثة غرز سلسلة مكان العمود الأول، غرزة سلسلة وغرزة عمود داخل نفس هذه الحلقة. ثم أذهب إلى الغرزة الموالية هنا وأصنع غرزة عمود، غرزة سلسلة، غرزة عمود، ثم الغرزة الموالية أيضا أصنع غرزة عمود، غرزة سلسلة وغرزة عمود داخل نفس الغرزة أو الحلقة كما تشاهدون. وسأشتغل على طول الدورة هكذا، وأيضا لدورة أخرى، يعني هنا عندنا فقط أربع دورات، يمكن تشتغلوا أيضا، يمكن أن تشتغلوا خمس دورات أو ستة كما تحبون. أنا أكتفي بهذا الشكل، يعني هذا الشكل بالنسبة لي جيد جدا. أعتذر كثيرا للإضاءة، الإضاءة سيئة اليوم. فنتابع بنفس الطريقة، اشتغلت غرزة سلسلة، في نفس هذه الحلقة أصنع غرزة عمود، ونتابع كما قلت لكم بهذه الطريقة على طول الدورة، ثم نربط في النهاية بغرزة منزلقة ونبدل الخيط كما أظهرت لكم في هذه الدورة، نبدل الخيط إلى الخيط الوردي ونشتغل الدورة باللون الوردي بنفس الطريقة بنفس الغرزة المثلثة.
ولا يوجد هنا أي زيادة ولا في الدورة الموالية لا يوجد هناك أي زيادات. هنا في هذه الدورة الأفضل أن نقطع الخيط لأن لا نحتاج إليه لدورة أخرى. نقطع الخيط ثم الآن نبدل نشتغل باللون الوردي، بقي لنا فقط دورة واحدة باللون الوردي. في هذه الحلقة أدخل الإبرة وأخرج الخيط الوردي، ثم أصنع هنا 3 غرز سلسلة مكان العمود الأول، ثم غرزة سلسلة في الوسط وغرزة عمود في نفس هذه الحلقة أو في نفس الغرزة المثلثة. نذهب إلى الغرزة المثلثة الأخرى ونصنع نفس الغرزة، يعني غرزة عمود غرزة سلسلة غرزة عمود. نذهب إلى الغرزة الأخرى أيضا نفس الطريقة، غرزة عمود غرزة سلسلة وغرزة عمود. كما تشاهدون طريقة سهلة جدا والنتيجة رائعة جدا، فنتابع بهذا الشكل إلى النهاية ثم نربط بغرزة منزلقة. في النهاية نحصل على هذا الشكل الجميل كما تشاهدون، فستان صغير غاية في الروعة وطريقة سهلة جدا. بقي لنا فقط الآن فيونكة نلصقها بمسدس الشمع هنا في الوسط أو بإبرة خياطة. بالنسبة لشريط الستان هنا الذي سأشتغل به، فعرضه تقريبا هنا تقريبا 2.5 سنتيمتر، وطوله تقريبا 8، يعني 8 8.5 عندنا هنا. فنحاول أن نثني على جهة الستان بهذا الشكل، نثني بهذا الشكل على الظهر لو تشاهدون. سنثني من الوسط بهذا الشكل ثم نحاول أن نثنيه من الجانبين، وسنحاول أن نلف بنفس اللون الذي اشتغلنا به في التنورة، إما الوردي أو الرمادي. سأشتغل أنا بالرمادي كي يظهر أفضل في شريط الستان، وسنحاول أن نلف الخيط بهذا الشكل فقط. يمكن أن تضع أشياء أخرى يعني في وسط الفيونكة. أنا سأحتاج فقط للخيط، سأشتغل فقط يعني بالخيط. نحاول هنا من الخلف أن نربطه جيدا، يعني عقدتين إلى 3 عقد. سنقطع الخيط على الحاد هنا، وهكذا نكون قد حصلنا على فيونكة صغيرة كما تشاهدون، فيونكة صغيرة وجميلة. الآن سنحاول هنا كما قلت لكم، أنا سأشتغل هنا فقط يمكن بإبرة الخياطة أيضا. أنا سألصق فقط بمسدس الشمع على هذا الشكل كما تشاهدون، طريقة جميلة للغاية. هنا وضعت قليل من مسدس الشمع وسوف أضعه هنا كي يلتصق كما تشاهدون. في النهاية نحصل على شكل جميل لفستان أكثر من رائع. وهكذا يمكن أن نصنع يعني هذه الفساتين أكثر، ويكون يعني على شكل توزيعات للمولودات الجديدات. وبالنسبة لهذا الفستان الأكبر فطريقته أيضا سهلة، يمكن فقط أن نضيف غرز، يعني في كل جهة هناك 4 جهات للمربع. هنا مثلا اشتغلت هنا تقريبا في كل جهة هناك 6، يعني 6 هنا 6 هنا 6 هنا و6 هنا، 6 × 4 يعطينا 24، 24 زائد 4 غرز في الأركان يساوي 28، يعني 28. بدأت هنا ب28 غرزة سلسلة، وهنا حسبت اشتغلت ل4 دورات بنفس الطريقة التي اشتغلت بها في هذا الصدر. ثم هنا اشتغلت في الحزام دورتين يعني بدون زيادة غرز، أو 3 عفوا، هنا 3 لأن هنا 3، هذا هو الأول، 1 2 3، 3 دورات بدون أن نضيف غرز. ثم نشتغل بنفس طريقة الفستان هنا، فقط هنا اشتغلت لعدة دورات، يعني تقريبا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12.
12 دورة. فهنا يمكن أن ندخل أكياس شفافة من التوم بطبيعة الحال مملوءة بالحلوى، ونقفلها عفوا، ثم نخرجها من الفم هكذا، وتعطي شكل جميل، يعني كيس نضع فيه حلويات من طبيعة الحال أو شوكولا للأطفال أو أشياء أخرى كثيرة، ونرفقها بهذه الفساتين. كما تشاهدون هذه الفساتين الصغيرة هكذا، أكيد ستكون كثيرة، ليس فقط 5، فنضعها في سلة، ستكون أكثر من رائعة وجميلة جدا. فأسأل الله تعالى أن تكون الفكرة قد أعجبتكم، ونلتقي في رعاية الله مع حلقة أخرى ومشروع آخر. ودائما أفضل يعني أن تكتبوا لي أنتم المشاريع التي تحبونها، وإن شاء الله سأعود إليكم بفساتين جديدة، مشاريع يعني ملابس يعني صيفية، ملابس ربيعية خاصة للفتيات. فأترككم في رعاية الله إلى حلقة أخرى إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.